بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. استكمالا للدروس السابقة بتاعتنا، هندرس اليوم درس المجسمات. كما نرى المجسم هو له طول وعرض وارتفاع. هندرس ست مجسمات في هذا الترم، ست مجسمات. هندرس المكعب ومتوازي المستطيلات والمخروط والهرم الرباعي والإسطوانة والكرة. هنبدأ بأول شكل، المكعب. المكعب رسمه سهل جدا، عبارة عن مربعين، وأبدأ أوصل الأجزاء الناقصة في المربعات. ده اسمه إيه؟ مكعب. خواص المكعب، له 12 حرف، له 12 حرف، وله 8 رؤوس، وله 6 أوجه، كلها على شكل مربع، كلها على شكل إيه؟ كلها مربعات. ده المكعب بهذا الشكل. أول شكل نبدأ به المكعب. الخصائص بتاعته، له 12 حرف، له 8 رؤوس، له 6 أوجه. الشكل اللي بعد كده، متوازي المستطيلات. متوازي المستطيلات له نفس خصائص المكعب، له نفس خصائص المكعب، له 6 أوجه. طب ايه الفرق يا استاذ بين الاوجه بتاعه المكعب والاوجه بتاعه متوازي المستطيلات؟ اوجه المكعب قلنا ان كلها مربعات، كلها على شكل مربع. اما اوجه متوازي المستطيلات كلها على شكل مستطيل، كلها على شكل مستطيل. له 8 رؤوس وله 12 حرف. يبقى تاني، متوازي المستطيلات له 6 أوجه كلها على شكل مستطيل، له 8 رؤوس، له 12 حرف. الشكل اللي بعد كده، الإسطوانة. كما نرى الإسطوانة قدامنا لها وجهان فقط، لها وجهان فقط. يبقى لها كم وجه؟ وجهان. ليس لها أحرف، ليس لها أحرف، يبقى عدد الأحرف لها 0. ليس لها رؤوس، يبقى عدد الرؤوس لها إيه؟ كمان 0. يبقى الإسطوانة لها وجهان فقط، أدي الوجه الأول وأدي الوجه الثاني. ليس لها أحرف، ليس لها رؤوس. الشكل اللي بعد كده، عندي هرم رباعي. عندي هرم ايه؟ هرم رباعي. الهرم الرباعي له 5 اوجه، له 5 اوجه، وله 8، له 5 رؤوس، وله 8 أحرف. يبقى تاني، الهرم الرباعي، الهرم الرباعي له 5 أوجه، له 5 رؤوس، له 8 أحرف. أهي الأحرف، أدي 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى 8 أحرف و5 رؤوس و5 أوجه. الشكل اللي بعد كده، عندي الكرة. زي ما شايفين قدامنا، الكرة كلها ملساء، ليس لها أوجه، يبقى عدد الأوجه ليها 0. ليس لها أحرف، يبقى عدد الأحرف ليها 0. ليس لها رؤوس،
يبقى عدد الرؤوس لها ايه؟ صفر. يبقى الكرة ليس لها أوجه، ليس لها أحرف، ليس لها رؤوس. دي الأشكال اللي احنا كنا هندرسها في هذا ايه الدرس. طبعا بيجيك السؤال في الامتحان، سمي أو صنف كل شكل على حسب الأوجه والرؤوس والأحرف. مثال، يجيني شكل زي كده. أول حاجة اسم الشكل إيه؟ اسمه المخروط. تصنف بقى على حسب الأوجه، له كم وجه؟ له وجه واحد فقط. الرؤوس، له رأس واحد فقط، ليس له أحرف، ليس له أحرف. يبقى يجيني شكل زي ده، ده مخروط ليس له أحرف، له وجه واحد فقط، له رأس واحدة فقط. ده كان درس المجسمات. أي استفسار أو أي سؤال تحل أسئلة التمارين بتاعت الكتاب، وأي استفسار تقدر تتواصل معايا.